في محاضرة اليوم بدنا نكمل بـ Chapter 10 Chemical Kinetic Part 2 Composite Mechanisms. هلا وصلنا لعند Section 10.5 والعنوان Free Radical Reactions. في المرات السابقة أخذنا عن التفاعلات وبتصير بأكثر من خطوة، على الأغلب أخذنا خطوتين وتعلمنا كيف نكتب Rate Law، نطبق الستيل ستيت ونكتب حسب الكونديشنز، نكتب الريت لو حسب إذا كان مثلا واحد من الريت كونستانت أكبر من الثاني. هلا هون في سيكشن 10.5 رح ناخذ تفاعلات بتصير بأكثر من خطوتين، ممكن ثلاثة أربعة، يعني رح يكون عندي أكثر من ريت كونستانت. يعني المرات السابقة كان عندنا ريت كونستانت 1 وريت كونستانت انفرس 1 وريت كونستانت 2، هلا هون ممكن نوصل لرقم 5 وأكثر. رح ناخذ انه نطبق هذا الحكي على نوع من انواع التفاعلات واللي هو بصير باكثر من تفاعل واللي هو او باكثر من خطوه، فري راديكال رياكشنز. شو تعريفنا للفري راديكال رياكشن؟ هي عباره عن سيريز اوف رياكشنز، سلسله من التفاعلات، وبكون فيها الفري راديكال هو اللي بيشغل الانترميديت. هلا هون الفري راديكال هو عباره عن ذره، اتوم، مولكيول او ايون، ذره او جزيء او ايون بيحتوي على unpaired valence electron، has unpaired valence electron، وبيكون عبارة عن very reactive species و combine with one another with very low or zero activation energy. يعني لما يجي يرتبط مع جزيء ثاني أو مع species ثانية بتكون activation energy كثير قليلة أو تقارب zero. ليش؟ لأنه very أو highly energetic species. هلا بدنا نميز ما بين الفري راديكال وما بين الايون. هلا ناخذ مثال مشان نميز بيناتهم. لو اخذنا مثال اللي هو ال H2O، بال H2O في عنا الرابطة اللي هي ما بين الهيدروجين والاكسجين. هلا الرابطة ما بين الهيدروجين والاكسجين اذا عملنا لها هوموليتيك كليفج، يعني كسر بشكل متجانس. شو يعني متجانس؟ هلا الرابطة هي بتتكون من الكترونين بيشاركوا فيها نواتين الذرات. هلا هون لما نيجي نعمل هوموليتيك كليفج، يعني كل ذرة بتاخذ الكترون، يعني بتم توزيع هاي الالكترونات بشكل متساوي على هذول الذرتين. فهلا في هاي الحالة حينتج عنا هيدروكسيل راديكال وبنتج عنا هيدروجين راديكال، فإذا صار عنا هون هوموليتيك كليفج وتكون عنا تو نيوترال فري راديكالز. يعني بنلاحظ هون الهيدروجين صار معها الكترون والهيدروكسيل صار معه الكترون. هلا بالنسبه للايونايزيشن للووتر نطبق نفس الحكي على المي، بس هون بدناش نعمل هوموليتيك كليفج، بدنا نعمل هيتيروليتيك كليفج، يعني بدنا نكسرها بشكل غير متجانس. يعني بدنا نوزع هذول الالكترونات، نعطيها لذره وذره ثانيه تطلع بدون الكترونات. هلا في هاي الحاله بيطلع معنا ايون الهيدروكسيد وبيطلع معنا ايون الهيدروجين، هون شحنه سالبه هون شحنه موجبه. هلا نيجي لتوزيعة الأيون الهيدروكسيد، هي بتشبه توزيعة النيون اللي هو 10 إلكترونات عنده، فهو يعتبر إنه قريب لتوزيعة الغاز الخامل. هلا بينما بالفري راديكال ليش إنه هو بضله very reactive species؟ لأنه هو بصفي بضل عنده نقص إلكترون عن الغاز الخامل اللي هو بيكون قريب إله. فمثلا الهيدروكسيل راديكال بكون ناقصه إلكترون مشان يوصل لتوزيعة النيون، الهيدروجين راديكال ناقصه الكترون مشان يوصل لتوزيعة الهيليوم، وبالتالي بيكون هو مور رياكتيف. هلا بدنا نروح للتفاعلات او موضوعنا المهم اللي هو احنا بدنا نكتب الريت لو اكسبريشن لتفاعل بيمشي بسلسلة من التفاعل، او الميكانيزم بتاعته هي عبارة عن سلسلة من التفاعلات. من ضمن هاي التفاعلات اللي بيدخل فيها الفري راديكال از انترميديت اللي هي تشين رياكشنز، تفاعلات السلسلة بيسموها. وفي هاي الحالة انه مهم كثير انه احنا نحدد الانترميديت ونبني عليها الحل تاعنا. هلا هون بدنا نفرض في عنا انه مثال اللي هو تفاعل الهيدروجين مع البرومين بيمشي بهدول الخطوات. هلا دايما chain reactions بيقسموهم لثلاث خطوات رئيسية. الخطوة الأولى اللي هي initiation، يعني كان بدي أعطي شرارة لهذا التفاعل مشان نبلش. فانيشيشن انه انا بكون عندي مثلا هون جزيء بي ار 2 بدي اعمل له انه يبلش سلسله التفاعلات، فبدنا نحوله لراديكال، بنحوله لراديكال اما عن لايت او شو حسب الكونديشن، فبيعطينا 2 راديكال بي ار. هلا مجرد ما تكون الراديكال خلص ببلشوا التفاعلات، سلسله التفاعلات تمشي. هلا لما تبلش سلسله التفاعلات هون عندنا تمشي بصير في عندنا
اشي اسمه chain propagation. هلا هون الخطوة الثانية، مجرد ما تكون الراديكال بدخل بسلسلة من التفاعلات، وهاي السلسلة بنسميها chain propagation. لما نوصل للحد اللي احنا بدنا اياه من الرياكشن، لازم نعمل termination لهذا التفاعل، انه نعمل على ايقاف له. كيف بنوقفه؟ بخطوة معينة، واللي هي الخطوة الاخيرة بنسميها termination or chain ending. هلا ها هي chain reactions، ولما بتاخذوا كيمياء بالبوليمرز بالكيمياء العضوية بتاخذوها النتيجة. احنا بهمنا الكاينتيك اللي هي الميكانيزم الريت لو لهذا الرياكشن. هلا احنا بدنا نكتب الريت لو اكسبريشن. نروح للسلايد الثاني. هلا الريت لو هون بدلالة ال HBR كيف بدنا نكتبه؟ الريت لو بدلالة ال HBR بروح بطلع المعادلة الأولى ما فيها HBR، المعادلة الثانية K2 في تركيز ال BR، هاي طبعا راديكال بتكون عليها دوت مشان نميزها، في تركيز ال H2. بنروح للمعادلة الثانية، في عنا HBR وين؟ بالبرودكت، مشان هيك بنحط زائد K3 في تركيز ال H راديكال في تركيز ال BR2. موجود كمان عنا بالمعادلة الثالثة بس بالرياكتنت، فبنحط ماينس K4 في تركيز ال HBR في تركيز ال H. والمعادلة الأخيرة مش موجودة، فإذا بيطلع عنا الريت بدلالة ال HBR بهاي الصورة. هلا بنلاحظ هون إنه في عنا BR intermediate، في عنا H intermediate، هون H intermediate، فبالتالي إحنا لازم الريت لو الإكسبريشن يكون بالنسبة لنا لمواد معروفة. فإحنا الراديكالي مواد بتنتج وبتختفي في وسط التفاعل، فمنقدرش نحسب تركيزها، فبالتالي إنه إحنا لازم نعوض عنهم بإشي معين. هلا مشان نحل الريت لو بدنا نطبق الستيدي ستيت أبروكسيميشن، والستيدي ستيت أبروكسيميشن زي ما حكينا إنه هي عبارة عن التغير في تركيز الانترميديت بالنسبة للزمن يساوي زيرو. فهلا احنا هون بدنا نكتب، شوف مين عندي انترميديت اللي هم الاتش راديكال والبي ار راديكال، ونطبق عليهم الستيدي ستيت ابروكسيميشن. هلا بالبداية بدنا نطلع الريت اكسبريشن لهذا التفاعل بدلالة الاتش بي ار فورميشن، يعني انه احنا ممكن يكون المطلوب HBR formation، HBR consumption، HBR بشكل عام، يعني مش بالضرورة انه يعني بشكل كبير. هلا هون في حال طلب منا ال HBR formation، بدنا ناخذ بس هذول الترم اللي بتكون فيهم ال HBR، فبدنا ناخذ K2 في تركيز ال BR في تركيز ال H2 زائد K3 في تركيز ال H في تركيز ال BR2. فهيك بنكتب rate formation لل HBR بيساوي هذا الترم. هلا ممكن يطلب منا rate consumption لل HBR، في هاي الحالة بدي اعتمد بس على معادلة رقم 4 واللي هي بده يكون K4 مضروب BH في تركيز ال HBR، طبعا يكون سالب. هلا هون ال H2 ممكن انا اكتب rate low بدلالة ال H2 اللي هو الغاز الهيدروجين. هلا وين في عنا هون غاز هيدروجين؟ في عنا بالمعادلة رقم 2 وفي عنا بالمعادلة رقم 4. فإذا هون ال H2 بشكل عام بده يكون K2 في تركيز ال BR في تركيز ال H2 زائد K4 في تركيز ال H في تركيز ال HBR. طبعا هون بدنا نراعي الإشارات إنه هون K4 ناقص K2 بده يكون K4 ناقص K2، تمام. هين عدلناهم هون إنه ماينس، هون تكون لها consumption. هلا هون ممكن ينطلب consumption لل H2 اللي هو استهلاك الهيدروجين، فعندي هون هاي المعادلة هي H2 ماينس K2 في تركيز ال BR في تركيز ال H2. وممكن ينطلب ال formation لل H2 واللي هي معادلة رقم 4 اللي هي K4 في تركيز ال H في تركيز ال HBR. فإحنا حسب ما بنطلب منا بكون عندي القانون وبطبق فيه أو بحط الإشي الموجود. هلا بدنا نروح للنقطة المهمة، واللي هي إنه أنا بدي أطبق الـ steady state على كل الـ intermediates الموجودة عنا. فعنا two intermediates اللي هم الـ BR وفي عنا الهيدروجين، فبنروح بنكتب الـ steady state لكل وحدة فيهم. هلا هون steady state equation للهيدروجين هي عبارة عن، كيف بدنا نكتبها؟ وين في عندي هيدروجين؟ بالمعادلة رقم 2 K2 في تركيز الـ BR في تركيز الـ H2. كمان في معادلة رقم 3 ناقص K3 في تركيز ال H في تركيز ال BR2. كمان موجود معادلة رقم 4 إذا ناقص K4 في تركيز ال H في تركيز ال HBR، تمام. هلا بنروح بنكتب كمان ال steady state لمين؟ لل BR. هلا ال BR موجودة بالمعادلة الأولى K1 في تركيز ال BR2،
ناقص K2 في تركيز الـ BR في تركيز الـ H2 زائد K3 في تركيز الـ H في تركيز الـ BR2 زائد K4 في تركيز الـ H في تركيز الـ HBR وناقص K inverse 1 في تركيز الـ BR تربيع. هيك بده يطلع معنا، كثير طويل طلع ويساوي 0. هلا الخطوة الثانية كتبنا الـ steady state approximation طبقناها على كل الـ intermediate الموجودة عندنا. الخطوة الثانية بنروح بنجمع هذول المعادلتين للـ intermediate، فبنجمع معادلتين الـ steady state approximation. لما نيجي نجمعهم هون بنختصر، بكون في عندي اختصارات، فبنختصر K2 مع K2 من هون، K3 مع K3 هون. لا لأنه صار في عنا إنه إشارة سالبة إشارة موجبة. هلا هون K4 مع K4 هون، شو بصفي عنا؟ بصفي عنا إنه K1 في تركيز الـ BR2 ناقص K inverse في تركيز الـ BR تربيع يساوي 0. هلا إحنا بدنا من الـ intermediate اللي صفت عنا اللي هي الـ BR بدنا ناخذها لحالها على طرف، وبنقسم على معاملها، بناخذ الجذر لأنها هي تربيع، فبالأخير بيطلع معنا تركيز الـ BR بيساوي K1 على K inverse للقوة نص في تركيز الـ BR2 للقوة نص. هلا بروح أنا شو اللي طالب مني؟ بنطبق عليها وبنعوض. هلا في حال إنه كان الطلب إنه find expression، قبل هيك إنه ممكن في حال لو احتاجنا إنه تركيز الهيدروجين، لأنه لما شفنا بالمعادلة الطويلة تاعت الـ HBR إنه أنا بدي الـ intermediate هيدروجين وبدي الـ BR. فهلا هون مشان نطلع الهيدروجين، الـ steady state تاعت الهيدروجين مش بنساويها بالزيرو، بناخذ هاي الأطراف اللي فيها هيدروجين على الطرف الثاني وبنقسم على المعامل وبناخذها لحالها كعامل مشترك. هلا هون بنطلع تركيز الهيدروجين من معادلة الـ steady state للهيدروجين، هاي نقلنا الأطراف اللي فيها هيدروجين على الجهة الثانية، بناخذ الهيدروجين كعامل مشترك بعدين بنقسم على معاملها، فبصفي عنا تركيز الهيدروجين K2 في تركيز الـ BR في تركيز الـ H2 على K3 في تركيز الـ BR2 زائد K4 في تركيز الـ HBR. بدنا نلاحظ هون إنه هون طلع معنا تركيز الهيدروجين دلالة الـ BR، إذا أنا هذا مش التركيز النهائي للهيدروجين، لازم نتخلص من الـ BR اللي هي الـ Intermediate، فبنروح بنعمل Insertion لتركيز الـ BR على الهيدروجين. هلا دخلناه هون بصفي عنا هيك K2 اللي هي أصلا موجودة هون، في الـ BR اللي هي K1 على K inverse 1 للقوة نص، في تركيز الـ H2 اللي هي موجودة هون، في تركيز الـ BR2 للقوة نص مقسومة على المقام. هلا هيك صار عندي تركيز الـ BR معروف وتركيز الـ H معروف. هلا الـ rate law للـ HBR اللي هو للفورميشن، بس مشان إنه بختار الإشي الأسهل، للفورميشن للـ HBR بيساوي K2 في تركيز الـ BR في تركيز الـ H2 زائد K3 في تركيز الـ H في تركيز الـ BR2. هلا هون بنعوض الـ BR وبنعوض الـ H، بنعوضهم بندخلهم. هلا ممكن نيجي نعمل توحيد مقام واختصارات وهيك، وبيطلع معنا الـ rate بقانون أرتب كثير من هيك. هلا ممكن نستخدم طريقة ثانية أبسط. شو الطريقة الثانية الأبسط؟ إنه نروح ناخذ الـ rate للـ HBR كامل سواء information ولا consumption، ونطرح منه المعادلة اللي نتجت من steady state لمين؟ للهيدروجين هون. فهلا لما نطرحهم من بعض شو بيطلع معنا؟ بنعمل subtraction، بيطلع انه هون K2 ناقص K2 بروح مع بعض، K3 ناقص K3 ناقص ناقص K3 بصير زائد، بصفي عندي 2 K3 في تركيز الـ H في تركيز الـ BR2، وهذول بروحوا مع بعض. هلا بصفي عنا إذا الـ rate للـ HBR بساوي 2 في تركيز الـ K3 في rate constant 3 في تركيز الـ H في تركيز الـ BR2. هلا هيك صارت سهلة، إنه أنا بس بدي أعمل insertion مكان الـ H radical. هلا بنعمل هون الـ H radical بيساوي هذا تركيز، وبنعمل له insertion لهاي المعادلة، فبندخله بصفي عنا المعادلة بهذا الشكل. وإذا عملنا اختصار أو إشي بصفي عنا هون، يعني ماخذين عامل مشترك اللي هو HBR على BR2، بصفي عنا هيك شكلها. هلا هون ممكن نطبق conditions مثلا K3 أكبر بكتير من KBR K4 وإلى آخره.
ممكن كمان انه جربوا لي انتو لحالكم انه هاي الريت لل HBR ناقص الريت ال steady state لمين لل PR لحالها. لو نطرح منها ال PR لحالها، لاحظوا هاي كتير طويلة، حيطلع معنا terms بتوقع اكثر، فمشان هيك انه الاسهل انه نطرح ال H. وهيك بنكون طلعنا الريت لو. هلأ هون بدنا نروح لنوع ثاني من التفاعلات واللي بدخل فيها الفري راديكال كمان as intermediate اللي هو organic decomposition، وكمان هذا بيصير بسلسلة من التفاعلات. هلأ في عنا typical organic free radical chain reaction is decomposition of ethane، كمثال عليها decomposition للإيثان. هلأ decomposition للإيثان بيصير بهاي الميكانيزم اللي هم خمس خطوات: initiation بنطلع فيها radical، chain propagation و termination. هلا المطلوب منا انه بدنا نطبق ال steady state على CH3 وعلى C2H5 وعلى الهيدروجين، ونطلع ال rate low expression لأي اشي بطلبه منا، بده لل decomposition للإيثان كامل، بده لل formation لل H4، formation لل C2H4، ممكن formation لل C4H10 لأي وحدة فيهم. هلا هون الحل بدنا نطبق ال steady state على كل ال intermediates اللي هو معطينا اياها CH3 C2H5 وللهيدروجين. فأول وحدة لل CH3، هلا شوف ال CH3 هون K1 في تركيز ال C2H6، كمان موجودة عندي هون ناقص K2 في تركيز ال CH3 في تركيز ال C2H6. مش موجودة المعادلة الثالثة، مش موجودة المعادلة الرابعة ولا بالمعادلة الخامسة، فصفى عنا بس هاي المعادلة. هلا بنطبق ال steady state على C2H5. C2H5 اللي هي الفري راديكال الثانية واللي intermediate موجودة بالمعادلة الثانية، فبتكون K2 تركيز ال CH3 في تركيز ال C2H6، كمان ناقص K3 في تركيز ال C2H5، وموجودة بالمعادلة الرابعة اللي هي كمان زائد K4 في تركيز ال H في تركيز ال C2H6، وبيطلع معنا لل C2H5 هاي المعادلة. هلا هون كمان تربيع، ليش؟ لأنه هون عنا اثنين. هلا بنطبق ال steady state للهيدروجين راديكال، مو مش موجود لا بالأولى ولا بالثانية، موجود بالثالثة، ف K3 في تركيز ال C2H5 ناقص K4 في تركيز ال H في تركيز ال C2H6، وهيك بنكون طلعنا الثلاث معادلات. هلا الخطوة الثانية بناخذ معادلات الـ intermediates كاملين وبنجمعهم لبعض مشان نطلع وحدة منهم. هلا بناخذهم بنعملهم addition بنجمعهم. هلا بنعمل addition في عنا اختصارات. اختصار الأول، هلا K1 ما في عندي بالمعادلة الثانية والثالثة K1، فبتضلها K2 بنختصرها مع K2، وبنيجي للمعادلة الثانية K3، في عنا هون K3، هلا هاي سالبة هاي موجبة بيروحوا مع بعض، وفي عنا K4 كمان وحدة سالبة وحدة موجبة بيروحوا مع بعض، وبصفي عنا اللي هو K1 في تركيز ال C2H6 في ناقص K5 في تركيز ال C2H5 تربيع. هلا شو بنعمل؟ بنضيف هاي على الطرف الثاني وبنقسم على K5 وبناخذ الجذر، فبيطلع معنا تركيز ال intermediate C2H5 بتساوي K1 على K5 تحت الجذر بجذر ال C2H6. هيك طلعنا ال intermediate الأولى. هلا calculate the rate of formation of ethylene equation 3. هلا هو مشان يسهل علينا طالب منا اسهل اشي، شو هو؟ اللي هو الفورميشن للايثيلين، وين الايثيلين؟ اللي هو C2H4 بمعادلة رقم 3. شو هي تفاعل الفورميشن او rate للفورميشن لل C2H4؟ K3 مضروبة بهاي تركيز الانترميديت اللي طلعت معنا. فهلا هي الريت، هلا بس بدنا نعوض مكان التركيز اللي هو طلع معنا هون، فبصفي عنا substitution، بنعمل صفي عنا الريت بيساوي K3 في K1 على K5 تحت الجذر في تركيز C2H6 كمان تحت الجذر، وهيك بنكون طلعنا الريت formation للإيثيلين. هلا هذا الرياكشن بحكي لنا انه طلع معنا من هاي الاوردر، بس عمليا انه عمليا بيطلع first order reaction، عمليا بيطلع first order reaction، وبالتالي انه هذا المثال بس بعدين لقدام اثبتوا انه لا، هي الريت هيك بيطلع القانون تاعها، بس هذا ببين انه
قديش صعب انه احنا نطلع الميكانيزم لكيميكال رياكشن، او اذا طلعنا ريت لو اكسبريشن مش بالضرورة انه يكون دائما صح، ففي مجال انه يكون في اشي غلط والعملية ما بتتم بسهولة. هلا ناخذ كمان مثال مشان انه نفهم الموضوع بشكل اكبر. في عنا استلديهايد ايثانال بسلول بتفاعل او بسلول ديكومبوزيشن للحرارة ضمن سلسلة من التفاعلات. هلا مطلوب منا نطبق ستيدي ستيت وبدنا نوجد ريت لو بدلالة واحدة من هالمواد اللي موجودة هون. هلا ستيدي ستيت اكويشن للسي اتش 3 اس، هلا بشوف مين عنا الانترميديت. في عنا سي اتش 3 انترميديت، في عنا سي اتش 3 سي او انترميديت، يعني مادة بتنتج وبتم استهلاكها، بس هذول التو انترميديت. فبنطبق الستيدي ستيت عليهم الثنتين. فبالبداية بنطبق على السي اتش 3، نيجي للسي اتش 3 كي 1 مضروبة بتركيز السي اتش 3 سي اتش او. هلا وين كمان موجودة السي اتش 3؟ موجودة هون. فإذا ناقص كي 2 في تركيز السي اتش 3 في تركيز السي اتش 3 سي اتش او، كمان موجودة هون، فزائد كي 3 في تركيز السي اتش 3 سي او، كمان موجودة هون، فناقص كي 4 في تركيز السي اتش 3 تربيع. ليش؟ لأنه عندنا هون ثنتين. فبيطلع معنا الريت او ستيدي ستيت ايكويشن للسي اتش 3 اللي هي هاي، بنساويها بالزيرو. هلا بنطبق الحكي على السي اتش 3 سي او، بنكتب المعادله. هلا هي موجوده بالمعادله الثانيه، فكي 2 في تركيز السي اتش 3 في تركيز السي اتش 3 سي اتش او ناقص كي 3 في تركيز السي اتش 3 سي او، مش موجوده بالمعادله الاخيره. هاي الخطوه الاولى، بنكتب الستيدي ستيت ابروكسيميشن او ايكويشن لكل وحده من الانترميديت. الخطوه الثانيه بنروح بنجمع المعادلتين مشان انه نطلع وحده بدلاله الثانيه. هلا بنجيب المعادلتين بنجمعهم وبنجري الاختصارات. هلا كي 1 ما بنختصرها، كي 2 بتم اختصارها مع هاي، وK3 بتم اختصارها، فبصفي عنا بدلالة K1 وK4. هلا بناخذ هاي على الجهة الثانية وبنطلع تركيز CH3 لحاله، ولو بيساوي K1 على K4 تحت الجذر في تركيز CH3 CHO تحت الجذر. لاحظوا هون دائما الناتج من عملية انه نجمع الانترميديت ايكويشنز انه بيطلع معنا دائما انه جذر زي هيك. هلا بنروح نشوف شو الاشياء المطلوبه منا وبناء عليه انه احنا بنحل. هلا rate of change of concentration of methane which is approximately the rate of change of the concentration of acetaldehyde is. هلا كاتب لنا rate للميثين. هلا نرجع للمعادله، مش مكتوبه هون معادله للميثين اللي هو CH4. هلا بلاحظوا هو موجود عندنا بس بمعادله واحده اللي هي هاي، فشو الريت له؟ K2 في تركيز الـ CH3 في تركيز الـ CH3CHO. إذا في عندي بس أنا الانترميديت هاي، فهلا هاي القانون عنا الانترميديت واللي طلعنا تركيزها، بنروح بنعملها insertion وبيطلع معنا الريت له بهذا الشكل. كثير سهل وبسيط، وهذا الحكي بيتفق مع الاكسبيرمنتال ريزلتس اللي طلعت معنا. هلا هون ممكن انه يزيد الامور تعقيد شوي، انه مثلا يروح يطلب بدي الديكومبوزيشن للاستلديهايد كامل، ديكومبوزيشن للاستلديهايد بده يكون كي 1 في تركيز الاستلديهايد نفسه ناقص كي 2 في تركيز الراديكال في تركيز الاستلديهايد كمان. فهلا هون صار عندي ثنتين، فبس مين الراديكال الموجود او الانترميديت سي اتش 3 كمان هون سهله حتكون، بس بنعوض السي اتش 3 بنوحد مقام وبنطلع ريت له. هلا ممكن يطلبه بدلاله الفورميشن للسي 2 اتش 6 كمان، هاي سهله اللي هي بدها تكون كي 4 في تركيز السي اتش 3 تربيع بس، يعني فكي 4 بنربع السي اتش 3 اللي احنا طلعناه، يعني الجذر هون بيروح، فكمان كثير سهله. وكي 4 مع كي 4 بيتم اختصارها، فجربوها انه انتم طلعوا الريت لو بدلاله الديكومبوزيشن للاستلديهايد، لا ممكن الفورميشن للالديهايد هون، للفورميشن للميثان هو اعطانا اياها، للفورميشن للسي او مثلا، والفورميشن للسي 2 اتش 6. فهون انت بتقدر تحط السؤال وتطلع الريت اكسبريشن بناء عليه. وهيك بنكون خلصنا هاي المحاضره، وان شاء الله المره الجاي رح ناخذ اكزامبلز اكثر على الـ chain reaction والـ steady state وكيف نطلع الـ rate low expressions.